وانكسبت موقع الأمور والمراهنات الأونلاين اللي بيعمل ملايين في اليوم وتلات ارباعها عن طريق مراهنات في الكورة. الموقع اللي لو توقعت نتيجة الماتش فيه صح ممكن حسابك في البنك بعد الماتش يبقى فيه صفار ما بتتعدش. الشركة اللي كسبت ناس كتير بس برضو نصبوا على ناس أكتر، والوجه المظلم للشركة لما بدأوا يدخلوا فيه مواد إباحية. طب شهاب لو لعبت عليها هيكسبني؟ آه هيكسبك، بس السؤال هنا بقى، هل أنت سألت نفسك هم هيكسبوا إيه؟ أصدقائي وحبايب قلبي، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم في أوضتي المتواضعة وفي حلقة جديدة من برنامج المحقق. ليك وحشة والله يا صديقي، بس بحاول أعمل فيديوهات طويلة على قد ما أقدر لأن بيني وبينكم المكان هنا ضيق وأنا مش مستريح، ده حتى بص نضارتي اتكسرت، بس ماليش غير أبو الأصدقاء اللي أطلع فضفض معاه. المهم خلينا نوقف حب ببعض ونبدأ ندخل في الموضوع. مين فينا ما بيحبش الفلوس؟ مين فينا ما بيحلمش يبقى ملياردير؟ حاجة كده زي محمد رمضان في مسلسل الأسطورة أو إيلون ماسك مثلا. كلنا نفسنا نبقى أغنياء. طب إيه رأيك لو جيت قلت لك على الطريقة اللي هتخليك مليونير بدوس الزرار؟ ايه يا عم شهاب، هي ناقصه اشتغلت؟ هنشتغل حراميه مثلا؟ لا 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 لا، السرقه دي مجهود بدني، انا هخليك ملياردير وانت قاعد في مكانك. طب دليني يا شهاب، ده احنا اصحاب حتى. احنا هنبدا نراهن وهنقول شويه توقعات واحنا قاعدين في البيت وهيجيلنا فلوس زي الرز. اوف قمار، بس انا ما لعبتوش قبل كده يا شهاب. طب ايه رايك نجرب الاستراتيجيه اللي انا لسه داخل لك بيها؟ دي الاستراتيجيه الاساسيه اللي بيدخل لك بيها اي تطبيق قمار، بمجرد ان هو يبدا يغريك بشويه ناس بيكسبوا فلوس ويبدا انه يسحبك عشان تجرب معاه. على سبيل المثال، في بنت في 2018 كان اسمها كريستينا من ألمانيا، كانت عايشة في مدينة برلين، والمفروض ان البنت دي كان عندها 36 سنة وكانت بتشتغل عاملة نظافة في الشارع، وكريستينا كان زيها زي اي بنت في الوقت ده كان معاها موبايل، ويبدأ يظهر لها اعلان لتطبيق من تطبيقات القمار، وكريستينا تحمل التطبيق وبتبدأ تلعب لعبة بسيطة عبارة عن انها بتخمن خمس ارقام، والخمس ارقام دول لو خمنتهم صح هي هتاخد جايزة مالية. بس والله عشان تلعب اللعبة دي هي محتاجة تدفع مبلغ بسيط تراهن بيه. والله جم معاه الخمس ارقام صح فهي كسبت، ما جوش صح فالله يعوض عليك يا كريستينا. كريستينا قالت والله انا هجرب وخمنت الخمس ارقام وقفلت الابليكيشن. عدى ايام واسابيع وكريستينا اصلا نسيت ان هي كانت بتراهن على حاجه، وفي مره كريستينا كده وهي ماشيه تليفونها يرن وتلاقي رقم دولي كده غريب، فتفتح عليه وقيست فاجأ بواحد بيقول لها مبروك يا كريستينا، انت خمنتي الخمس ارقام صح وكسبتي. بجد؟ طب انا كسبت كام؟ ولك ان تتخيل يا صديقي هو قال لها كسبك كام. جاهز تسمع الرقم؟ كريستينا كسبت 79 مليون يورو. يا نهار ابيض، يعني ما يعادل 105 مليون دولار. معقوله كسبت المبلغ ده؟ احب اقول لك انه اه حصل، والقصه دي فعلا حقيقيه، والمبلغ ده يصنف انه ده اكبر مبلغ دفعته شركه مراهنه لواحد بيراهن على التطبيق، والشركه دخلت موسوعه جينيس. بس يجي هنا السؤال، هو الشركه دي استفادت ايه؟ ما هو معلش لما واحده تكسب 79 مليون يورو اللي يكاد يكون المبلغ ده ميزانيه دول، امال الشركه بقى بتكسب ايه؟ على كده بقى عم شاب يطلعوا من جيبهم. الموضوع مش كده نهائي، وعشان نعرف ايه اللي بيتم بالظبط لازم نعرف كيف نشأ القمار الرقمي. الموضوع كله بيبدأ في أوائل التسعينات مع بداية ظهور الإنترنت في العالم بانتشار فقاعة الدوت كوم. تبدأ كده تطلع منطقة في أمريكا اسمها أنتياغو بربودا، ويشرعوا فكرة إن نعمل كازينوهات على الإنترنت. ما أصل معلش دلوقتي بقى في إنترنت، ليه الواحد مضطر إنه يروح الكازينو اللي في آخر الدنيا عشان يبدأ يراهن، وإحنا ممكن نعمل له كازينو على الإنترنت يتراهن وهو بس قاعد في بيته على الكمبيوتر بتاعه، ويبدأ الحوار ده يسمع في أمريكا، وتيجي أول شركة قمار على الإنترنت تقدم في الموضوع ده، والشركة دي اسمها مايكرو جيمنج. شركة مايكرو جيمنج هي كانت أول شركة تطور مفهوم الكازينو اللي موجود في الشارع تخليه على الإنترنت. كل الألعاب اللي أنت محتاج تروح صالة قمار عشان تلعبها أنت غالبا هتفتح هتلاقيها في الموقع ده، وخلي بالك الكلام ده كان في التسعينات، يعني الموضوع ده كان يعتبر اختراع. بوكر بقى، بلاك جاك، كل القمار بكل أنواعه موجود على الموقع ده، وتبدأ الشركة دي تقدم ورقة للحكومة عشان تبقى مرخصة، بس يبقى عندهم مشكلة. المشكلة في الدفع اللي هيربط بين المراهن والشركة، كانت ساعتها طريقة غير آمنة. ما معلش أنتوا ممكن تكونوا أصلا شركة نصابة وداخلين تنصبوا على الناس، بس تيجي شركة اسمها كريبتولوجيك وتحل الموضوع ده عن طريق انها تعمل سيستم او طريقة امنة، انهم خلوا الفلوس اللي هيدفعها المراهن والفلوس اللي هتدفعها شركة الرهانات تكون عن طريق مصادر وطريقة امنة 100%، وتبدأ شركة كريبتولوجيك تعرض الموضوع ده على الحكومة ويتوافق، ويبقى رسميا اول متجر قمار كامل يتعمل على الانترنت يكون سنة 94، وشركة مايكرو جيمنج تاخد شعبية رهيبة. ما اصل خلاص كل الناس اللي بيلعبوا قمار ما بقوش محتاجين انهم يروحوا كازينوهات، لان الموضوع بقى ممكن
يتم من على الكمبيوتر وفي البيت. بس لان ساعتها الفكره كانت حلوه وعجبت ناس كتير، ما يعديش سنتين ويبقى فيه حوالي 15 موقع عمار في امريكا وكلها شركات مختلفه، وخلي بالك كل الشركات دي غير مرخصه. ده الانقح ان بقى سنه 97 في حوالي 200 كازينو اونلاين. انت متخيل العدد يا جدعان؟ ده احنا الانترنت لسه فاتحينه من 3 سنين ويكون ايرادات الامار على الانترنت سنه 98 830 مليون دولار. ده ساعتها كان رقم مرعب. فمجلس الشيوخ في امريكا يحس ان الموضوع ده ما بقاش مظبوط، وشموا كده ان ممكن الشركات دي تكون بتعمل غسيل اموال في الموضوع ده ويكسبوا فلوس في مصادر تانية غير مشروعه ويرموها في الكازينوهات اللي على الانترنت، وخلي الحكومه تدور ورا الموضوع ده زي ما هي عايزه. وبقى بيني لو عرفوا حاجه، فسنه 99 يطلع قرار من مجلس الشيوخ في امريكا ويحظروا كل كازينوهات والقمار اللي على الانترنت لاي مواطن امريكي. طب يا شباب، الشركات والمواقع اللي بتقدم القمار اونلاين خلاص هتقفل؟ يا ريتهم كانوا قفلوا. الشركات دي تبدا تخرج من امريكا وتاخد حيز اكبر. يعني في 2001 اتعمل احصائيه وكان في حوالي 8 مليون واحد بيلعبوا قمار على الانترنت، وده بسبب ان الشركات اصلا ما قفلتش ولا حاجه. كل الشركات دي بدات انها تروح دول تسمح لهم ان هم يفتحوا فيها، وعد يا معلم فلوس بالملايين. ده على حسب بعض المصادر كان في شركه اسمها كابيتال جيمنج على الانترنت، ودي كانت شركه قمار اونلاين قيمتها في 2008 تعدت ال 21 مليار دولار، والرقم ده كان اكبر من ميزانيه كذا دوله على بعض في الوقت ده. لحد ما يجي في 2007 ثلاث شباب يخربوا الدنيا. في 2007 كان في شاب روسي اسمه رومان سيميخيون، والواد ده كان مواليد 77 وخريج كليه اداره اعمال، وكان مع واحد صاحبه اسمه ديمتري كازورين، ويبداوا يتكلموا مع بعض ان هم عايزين يستغلوا الانترنت عشان يدخلوا منه فلوس، ويبداوا يشتغلوا على الفكره دي في مدينه اسمها بريانسك في روسيا، وبالمناسبه دي المدينه اصلا اللي هم مولودين فيها. فبداوا يشتغلوا على الفكره ان هم يفتحوا نادي كمبيوتر. يعني ايه نادي كمبيوتر يا شهاب؟ حاجه كده زي السايبر، عباره عن ان هم يحطوا اجهزه كمبيوتر كتير متصله بالانترنت في مكان واحد، وهيخلوا الشباب يدخلوا يقعدوا على الانترنت بالاجهزه دي مقابل ان هم هيأجروها لهم بالساعه. وبالفعل المشروع ينجح، وشباب كتير يروحوا يلعبوا العاب اونلاين في المكان ده، ويبدا رومان وديمتري يكسبوا فلوس كتير من الموضوع ده. بس رومان كان طماع، قال انا ليه ما استغلش المكان اللي انا عامله ده فان اكسب منه اكتر. طب ازاي؟ عن طريق ان هو يعمل موقع رهانات على الانترنت ويبدا يخلي الناس اللي بتلعب عنده يراهنوا عليه، ويكون حرفيا الرهان على كل حاجه. يعني مثلا لو في ماتش كوره يبقى في رهان قبل الماتش، ويبقى في رهان والماتش شغال، ويبقى في رهان بعد الماتش. غير بقى العاب الكازينو زي البوكر والبلاك جاك، كل ده كان هيبقى موجود على الموقع اللي رومان هيعمله، ويقرر انه يسمي الموقع ده بالاسم اللي كلنا عارفينه حاليا وهو وانكس بيت. الموقع ده ساعتها في روسيا كان مترخص كموقع العاب عادي جدا، انما كموقع مراهنات ما كانش مترخص، لان اصلا كل مواقع المراهنات دي كان محظوره في روسيا. بس ساعتها اصلا كان الموقع صغير، كان عدد المستخدمين اللي عليه قليلين جدا، فما كانش عليه النظر قوي. لحد ما يجي لهم ضابط شرطه سابق، والراجل ده كان في قسم مكافحه جرائم الانترنت، والراجل ده كان اسمه سيرجي كارشكوف، وقال لهم ان هو مسوق شاطر ويقدر يساعدهم في تسويق الموقع ده ويخليه يكبر بسرعه. وبالفعل الشركه تبتدي تكبر جدا، لدرجه انهم في 2014 كان عندهم عدد مستخدمين بالالاف. فالحكومه الروسيه تاخد بالها وتبدا تهددهم انهم هيقفلوا الشركه لانها مش متوثقه ولا بتدفع ضرائب للدوله. فيروحوا الثلاثه دول ناقلين الشركه لقبرص، ويبداوا انهم يكبروها اكتر واكتر، وتشهر الشركه دي جدا بالمراهنات وبالتحديد في الكوره. وفي 2019 كانت التحويله بالنسبه لهم، لانهم اتعاقدوا مع فريقين كبار جدا من انجلترا وهو تشيلسي وليفربول، واليوزرز اللي بيستخدموا الموقع ده زادوا جدا. بس التعاقد ده ما يطولش كتير لانهم ما كانش لهم ترخيص في الولايات المتحده، بس الشركه ساعتها كانت كبرت جدا. بس بعديها على طول يتعاقدوا مع برشلونه ويبقى العقد بتاعهم لحد 2024، والشركه كبرت جدا وتوسعت جدا في افريقيا، لدرجه ان بقينا للاسف بنشوف هنا في مصر ماتشات كتير حاطين اعلان تطبيق المراهنات وانكس بيت. بس الفكره هنا بقى، انت يا صديقي اكيد سمعت كتير الفتره الاخيره عن ناس تعرفهم بتلعب على الابلكيشن ده، واللي قال لك انه كسب فلوس قد كده، واللي قال لك انه برضه خسر فلوس قد كده وباع بيته. بس المفاجاه الغير متوقعه ان كل الناس دي حرفيا بتخسر. كل التطبيقات والمواقع دي بتلعب على انها بس تجر رجلك، ويقولوا لك تعال جرب مره واحده بس وشوف المكسب، وانت ممكن دماغك تطوعك وتروح تجرب، وهنا انت وقعت في الفخ. لان الموضوع بيمشي انهم ممكن يكسبوك مره وممكن يكسبوك التانية فتطمع. لا وايه، انت المرتين اللي هتكسبهم هيدخل لك فيهم مبلغ كويس، بس اول ما تبتدي تضمن ان انت هتكسب يروحوا مخسرينك، فانت تتعصب وتشوف ان انت عملت حاجه غلط المره دي خلتك ان انت تخسر، فتجرب تاني وتخسر تاني، وتفضل تجرب تالت ورابع وخامس وبرضه بتخسر، لحد ما تيجي في المره السابعه ويكسبوك، وتفتكر ان انت خلاص انت عرفت الطريقه بتاعت اللعبه دي. بس الحقيقه ده وهم، انت ستيل لسه مش عارف ايه الطريقه، لان اصلا الموضوع ملوش طريقه. الشركات دي بتلعب على حته شهوه الربح جواك، والمفاجاه ان المراهن دايما خسران، لان حتى لو كسبت كتير فانت هيجي عليك وقت وهتخسر كتير، ولو حسبت متوسط الربح بتاعك على المدى الطويل ممكن تلاقيه بالسالب وتلاقي ان انت اصلا خسران، ولو انت حظك حلو تبقى طلعت براس مالك، بس برضه انت ستيل خسران لانك خسرت وقت كبير جدا وانت بتضيع
عمرك في الكلام ده يا صديقي. الشركات دي مش عبيطة، الشركات دي عارفة هي بتعمل ايه بالظبط. وهم مش اصلهم فاتحين الشركة دي لولا الوطن عشان يكسبوه. اكيد في ضريبة انت بتدفعها، لان انت لو ما بتدفعش فلوس على المنتج فاعرف ان انت المنتج. الناس دي حرفيا طالعة واكلة ونازلة واكلة، والطرف الوحيد اللي خسران في المعادلة دي كلها هو الشخص اللي بيراهن. وغير ان الموضوع ده لو دخلت فيه انت بس مجرب ما هتجربه وتكسب، انت هتدخل في حتة الادمان. او حتى لو خسرت انت هتدخل في حتة ادمان ان انت عاوز تعوض خسارتك. فهم دي الحتة اللي هم بيلعبوا عليها، والموضوع فعلا ممكن يكبر معاك ويوصل ان انت تبيع كل اللي حالتك عشان تبدأ تراهن وتبقى مدمن للقمار وتبدأ تعمل حاجات مش صح انت اصلا ما كنتش بتعملها في الحقيقة، لان الموضوع اتقلب معاك بادمان. كل اللي هقوله لك بعد الفيديو ده هو كلمة واحدة بس: اعمل الصح. يعني اعمل ايه يا شهاب؟ يعني اعمل سبسكرايب للقناة ودوس على الجرس عشان يوصل لك كل جديد. واوعى يا صديقي تروح تراهن او تلعب الالعاب دي لحسن لو شفتك. هقول لك الحلقة الجاية بقى لحسن، بصراحة ضهري وجعني. وكالعادة ما تنساش تعمل شير.